فضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهر البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة هذا اليوم حفل افتتاح معسكر الكتيبة الخاصة 83. فلدى وصول جلالته أيده الله إلى معسكر الكتيبة كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وسعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع، والعميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد قائد الحرس الملكي وقائد الكتيبة الخاصة 83. وقد تفضل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى رعاه الله بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إذانا بافتتاح المعسكر ورفع راية الكتيبة الخاصة 83، والتي تساهم مع باقي أسلحة ووحدات قوة الدفاع لأداء واجبهم المقدس حماية للوطن ومسيرته الحضارية المباركة. حرس علم، سلام العلم، سلام. قف. بعدها تشرف عدد من الضباط بالسلام على جلالة الملك المفدى حفظه الله. بعد ذلك تفضل جلالته حفظه الله بالاطلاع على ميدان الرماية. عقب ذلك تفضل جلالته بتسجيل كلمة سامية في سجل كبار الزوار، هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه لمن دواعي سرورنا في هذا اليوم المبارك أن نقوم بافتتاح معسكر الكتيبة الخاصة 83 ورفع رايتها، وأن نعرب عن تقديرنا واعتزازنا بقوة دفاع البحرين ورجالها البواسل المخلصين الذين كانوا وسيظلون دائما الحصن المنيع للذود عن وطننا الغالي وحماية منجزاته وتوطيد الاستقرار فيه، حفاظا على مسيرتنا المباركة نحو المزيد من التقدم والرقي. كما يطيب لنا أن نشيد وبفخر بالمهام التي تقوم بها قواتنا المسلحة على أكمل وجه للمحافظة على السلم والأمن في محيطنا الإقليمي، سائلين المولى تبارك وتعالى التوفيق لنا جميعا لما يحبه ويرضى. بعدها قدمت لجلالة الملك المفدى هدية تذكارية بهذه المناسبة. هذا وقد هنأ حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله قائد الكتيبة ومنتسبيها، متمنيا لهم دوام التوفيق واستمرار النجاح، مشيدا جلالته بما تشهده قوة دفاع البحرين من تطور مستمر في منشآتها وأسلحتها للنهوض بواجبها المقدس النبيل للدفاع عن وطننا الغالي وحماية منجزاته ومسيرته الحضارية ووحدته الوطنية والمساهمة الكبيرة في نهضته التنموية. مضيفا جلالته رعاه الله إننا ماضون بعون الله في تزويد قوة دفاع البحرين بأحدث المنظومات العسكرية المتطورة وتأهيل منتسبيها في مختلف مجالات المعرفة المتطورة وعلوم العصر الحديثة، تقديرا لما أثبتوه من كفاءة عالية واحترافية مميزة، مؤكدا على أهمية استمرار تعزيز التعاون والترابط العسكري الأخوي الوثيق مع الأشقاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومع الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقا من وحدة الهدف ودرء الأطماع والأخطار عن منطقة
منطقتنا للتصدي للإرهاب بكل أشكاله. كما استقبل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه خلال الاحتفال العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي، الذي قدم لجلالته النقيب عبد الله صالح عبد الله النافع والرقيب أول صالح عوض قرادي من مرتب الحرس الملكي للتشرف بالسلام على جلالته، حيث تفضل جلالته بمنحهما الأوسمة التقديرية تقديرا من جلالته على مشاركتهما بكل كفاءة في مهمة إغاثة اللاجئين مع السفينة البريطانية في البحر الأبيض المتوسط. إن مشاركتهما مع القوات البريطانية كانت بتوجيهات من سمو قائد الحرس الملكي، وكانوا موضع الإشادة والثناء من قائد المهمة البريطانية لما يتميزون به من احترافية في العمل، معربا جلالته عن تقديره واعتزازه بقوة دفاع البحرين ورجالها البواسل المخلصين الذين هم على قدر المسؤولية دائما للذود عن الوطن وأمن المواطنين الكرام والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، إضافة إلى مساهماتهم الإنسانية في تقديم العون والإغاثة في العديد من المهام النبيلة، متمنيا جلالته للجميع دوام التوفيق ولقوة دفاع البحرين المزيد من القوة والمنعة.